هي الحملة عم نقوم فيها بالدفاع المدني السوري في محافظة ريف دمشق في الغوطة الشرقية. طبعا المستهدف منها هي جميع المدن المتواجدة بالغوطة الشرقية، إن كان دوما، حرسة، زميكا، منطقة المرج، منطقة الوسطى الجنوبية، كل المراكز المتواجدة فيها الدفاع المدني والمتواجدين فيها نحن حاليا. البرنامج هو عبارة عن إرشادات، توزيع قصص، كيفية التعامل مع القذائف، كيفية التعامل مع القصف المستمر، استجابة للأهالي، استجابة للأساتذة أثناء محاضرات، أثناء حضور الدروس التعليمية في المدارس المخصصة، بالإضافة إلى حملات الدعم النفسي اللي عم نقوم فيها هلا نحن حاليا بالتعاون مع بعض الهيئات والمنظمات المدنية الموجودة. والله يجزيهم خير وإن شاء الله يا رب نقدر نصل نحن بالمراحل القادمة للمشروع يكون كبير على مستوى الريف وعلى مستوى كل سوريا.